صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما ندعو به بقولنا اللهم أقم علم الجهاد يعد من تمني لقاء العدو المنهي عنه؟ لا، هذا من الدعاء بالجهاد، الدعاء بالجهاد، لأن يعني الجهاد إذا لم يقم حصلت مفاسد، فهو دعاء بإقامة الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، ما هو بالجهاد اللي يظن بعض الجهال جهاد، لا، الجهاد الشرعي المستوفي لشروطه، هذا من الدعاء. نعم.